بسم الله الرحمن الرحيم. قادة الثورة ورموزها يرفعون فوق الرؤوس وتنتشر صورهم في كل مكان. لن يتمكن الخليفيون، ولن تتمكن قوى الاحتلال السعودي، ولن تتمكن دوائر الغرب والهيمنة الداعمة للنظام الخليفي إقصاء وتغييب دور الرموز وحضورهم الثابت والمتجدر في وجدان وفي عقل وفي ضمير وفي شعور وفي كيان كل هذا الشعب وفي البحرين في مختلف أرجائها. أستاذ عبد الوهاب مفجر الثورة، يظن الخليفيون أنهم باستطاعتهم استضعافه من داخل السجن وتركه دون علاج ليتردى وضعه الصحي، ثم لا تكون له طاقة وقوة ومكانة وكلمة نافذة في قلوب وفي وجدان الناس. لكن هيهات، نحن نذكر هذا النظام الخليفي قبل ثورة 14 من فبراير كان الأستاذ وحده وباقي أخوته يقبعون في داخل السجون، ولكنه وحده وبسواعد الشباب والثوار استطاع أن يخرج أول مسيرة فجرت الثورة، ثورة 14 من فبراير التي ما زالت نابضة وقوية وحاضرة وثابتة ومتحركة ومستمرة ومتواصلة ولن تتوقف. أستاذ عبد الوهاب يخرج في أيام بسيطة فيلتف الثوار ويعاهد الأستاذ بأنهم على ذات الطريق وأنهم حاملون ذات الشعار وأنهم لن يتخلوا عن قادتهم ولن يتخلوا عن أستاذ عبد الوهاب الذي تقدم صفوف الشباب في تفجير الثورة. وأستاذ عبد الوهاب الآن بمرضه وبحرمانه من العلاج سوف يغذي ويحمي ويشعل الثورة من جديد ويثير الحمية في نفوس الثوار. نحذر النظام الخليفي من أي مكروه يصيب الأستاذ عبد الوهاب، نحذر النظام الخليفي ونذكره بأن هذه القامات الموجودة في داخل السجون، الأستاذ عبد الوهاب وقادة الثورة، هم قامات لا يستطيع النظام الخليفي استصغارها وإذلالها أو تحجيم مكانتها مهما فعلوا. مضت 3 سنين وصور الرموز تكبر في وجدان الناس ومواقفهم خالدة وثابتة وصورها واضحة في كل مكان، وسيستمر القادة الثورة بصمودهم وثباتهم. لم يتزلزلوا جراء التعذيب ولم تفل إرادتهم بطول مدة الحبس والسجن، ولن يتمكنوا من نفسياتهم ومن معنوياتهم ومن فكرهم، إن تمكنوا من أبدانهم فأبدانهم تختلف عن إرادتهم وعن فكرهم وعن إيمانهم وعن يقينهم. مع الرموز ومع قادة الثورة ومع أستاذ عبد الوهاب الحسين البطل، نعاهدهم بأن نمضي على ذات الطريق وأن نتمسك بذات الشعارات وأن نواصل في هذه الثورة، والغلبة لنا والنصر لنا، نحن على الحق ولا نبالي أوقع الموت علينا أم على الموت وقعنا.